الشامل استشعار وطن إلى مخالف. أكدت وزارة الداخلية أن الحملة الأمنية التي بدأتها قبل 3 سنوات أسفرت عن مغادرة أكثر من 1.5 مليون مخالف لأراضي المملكة. جاء ذلك بمناسبة إطلاق الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حملة وطن بلا مخالف لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات. ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وعدم التعامل مع مخالفيها أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم. وأهبت الداخلية بكل ما تتوفر لديه معلومات عنهم للمبادرة بالاتصال على الهاتف رقم 999. حملة وطن بلا مخالف تستهدف كل وافد ليس لديه وثيقة إقامة تثبت هويته، وكل وافد لديه وثيقة إقامة وخالف نظام الإقامة والعمل، وكل وافد دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحيتها، إضافة لكل وافد خالف التعليمات بالحج بدون تصريح. يشار إلى أنه وفقا للحملة تم منح المخالفين مهلة تستمر لمدة 90 يوما اعتبارا من غرة رجب.